قولي لشوف شلون بتتجرأي تجي على بيتي ولا لا تكوني جاي لحتى تخربي عرسها لبنتي. بابا مو هيك القصة. انتي ولا حد. وبعدين انا عم احكي مع هي البنت. روحي من وشي. بس يا بابا. شو انتي ما عم تسمعيني؟ شوف ما بدي اتدخل بامور ما بتخصني، بس انت ما فيك ابدا تجبرها لسالوني انها تتزوج. هي بتحبه لبولكيت كتير، وبولكيت بيحبها كمان، وما حدا بالدنيا بيحق له يفرقهم عن بعضهم. عن جد؟ طيب يعني هلأ بفهم من كلامك يا جانجا انه انا لازم اخذ الاذن منك لحتى اقدر زوجها لبنتي. شو نسياني انه انا ابوها؟ اياك تنسي انت مين بتكوني يا حراس. وقفي. عم تضربي الحراس تبعي؟ خذوها من هون واحبسوها جوا بالغرفة ولا تخلوها تهرب. يلا يلا دورك. لا مو دوري. إلا جانفي ما بصير هيك. طيب لكن ليش عم تلعبي معنا هاي اللعبة إذا ما كنتي قد اللعب؟ فهميني. مو معقول هذا الحكي أبدا. أنا اللي بقرر. حاجتك بقى ما بصير هيك. لا كتير هيك. هلأ وقت أهلك؟ ما بكفي تأخرنا بسببك وبسبب مكياجي؟ ما بتطلعي أبدا من دونه. وبعدين قوليلي لشوف مين اللي بده يشوفه. بعد إجريك لو سمحت. وعم تجادليني كمان؟ فوق مانك غلطانة؟ أنا غلطت سامحني. هذا اللي شاطرة فيه أنت. هاتي لشوف. ليش عم تطلعوا فيني؟ وأنتوا كمان مثل أمكن ما بتفكروا أبداً ولا بتعرفوا تعملوا شي. ومن حظي البشع ما عندي صبي يحمل اسمي ورحتي جبتي لي 3 بنات. لا مو معقول. شو غريب هذا الزلمة؟ معقول لسه في حدا بيحكي مع مرته هيك؟ لازم حدا يوقفه عند حده. الحكي سهل وسهل كتير. بتحداكي انك توقفي عند حده. انا؟ ايه انتي. شو خايفة؟ لو انه جانجا هون ما كنت اضطريت اعمل شي ابدا، لانه انا متأكد انها كانت فورا بهدلته. مو مشكلة ما بتقدري. هذا هو الفرق بين جانجا وجانفي، لأنه جانجا ما بتخاف من شيء أبداً. وبصراحة أنا ما شفت بنت شجاعة مثل هي.